Allô. Allô, je peux m'arrêter. Oh, dans un bon magasin, je m'arrête. Allô. Oui, allô. Comment? اتكلم. مواطن صالح يا ولادي، مواطن صالح. وي. صباح النور. صباح الورد. صباح الفل والياسمين. عايش خويا، عايش، ربي يخليك. شكون معايا؟ معاك عمك صالح. مرحبا بابا الغالي. يعيشك يعيشك. ما هو سي رضا، مانيش غلط. اي رضا، اي رضا، لكن نعطي النمر ونعطيكم نمر صحيح. يعطيك الصحه يا سي رضا. مرحبا بابا. عم صالح بالله يا سي رضا، انا عندي ولدي باش يعرس. مرحبا بيك وبيه. انا الحق معناها باش ما نكذبش عليك، معناها قالوا لي عليك جماعه معناها في مرناق اصحابي كل شيء. اي، على نظافه الخدمه والفرقه وكذا. صحيت سي رضا، عندي اشكاليه بسيطه، انا حبيت نكلم. اي، مثالش مثالش، نقف مع بابا في اي حكايه. يعيشك. انا عندي مرت ولدي هندويه. اي اي، معناها مغرومه بال، قلت معناها كان ثم امكانيه تعملنا نوبه ولا اثنين بالهندي. لا، نوبه ولا اثنين شنو؟ بالهندي. والله نجيبو، شكون يغني؟ نجي ايجا بحذايا ان شاء الله تطلع ساعه، راح نعطينا تو الدات. تطلع الدات ديسبونيبل. فهمتني؟ وناكل وراي ونجيب البابا شي تحب، مطربه وقصاب ودنيا اللي تحب انت. لا 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 لا، بالهندي قلت لك، بالهندي. بالهندي. اي اي، نشوف شكون، نشوف انا نولي نجتهد انا. اي، نشوف شكون اللي نجيب واحد يغني يعمل نومرو ولا زود بالهندي. اي، معناها كانت نجم تتفرج حتى على قزيه فليم وكذا، تنجم تاخذ غنيه ولا اثنين. نحب نعملها كادو، فهمت كيفاش؟ باهي باهي. مو يا عم صالح، شو كلامي ما بنو. نعم. انت قول لي الدات. الدات الدات شكون؟ الدات اللي باش نخدم لك فيها. عمره 34 سنه طفل، معناها باهي يتسمى. ليه ليه؟ على ال على ص على ال ال التاريخ اللي باش نخدم لك فيه. في الليل، في الليل عرسي، في الليل عرس ولدي في الليل. يا ولدي انا مساله، انا قلت لك في النهار، ما فهمتنيش. اه بابا، وسع بالك معايا، وسع بالك معايا يا رضا، راني سامع عليك الباهي. ما فهمتنيش. انت تو قلت لي باش تغني لي في الليل. هي. انا وقتاش باش نخدم لك؟ غدوه. لا لا لا، في الليل مش غدوه يا عم صالح. نعم ولدي الباهي. ما فهمتنيش انت تو تقول لي، انا نقول لك وقتاش نخدم لك وانت تقول لي في الليل. هي. وقتاش باش نخدم لك؟ تجي من العشيه كان تحب، معناها ترك. ما فهمتنيش يا عم صالح. لا دوختي باش نخدم لك يا عم صالح. معناها تجي من العشيه ترك امور الفرقه. تجي من العشيه، انا نعمل لك وقتاش يا نهار الحفله؟ وقتاش يا عم صالح وانت تقول لي تجي من العشيه؟ يا رضا، مش حفله، عرس ولدي، عرس ولدي. اي فهمت فهمت. هي. يا عم صالح. نعم. وقتاش باش نغني لك نهار الحد هذايا؟ لا 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 لا، مش اخي نهار نتكلم فيك عن يا اخي، انت ما نعرفك عندك برامج وكل شيء وعندك اعراض. اي هذاك علاش نحكي لك، اعطيني الدات اللي باش نغني لك فيها. هاني نحكي لك انا، هذاك علاش نهار الدات. الدات باش تغني نهار عرس ولدي. باش تغني لي نهار عرس ولدي؟ خلي يا عم صالح، التاريخ، التاريخ اللي انا باش نغني لك فيه، 5 اوت 10 سبتمبر. لا 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 لا، 5 لا 10. لا 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 لا، مش مظلومة. نهار باش عرس في ولدي خاطر مرته من الهند، تعرف عليها في الهند. وي سي رضا الغالي. الو. انت يا عم صالح اخي تو معناتها تفرق فيهم علي ولا كيفاش؟ صدقني نحكي لك بعلانيتي وليدي. ايه انا نحكي لك يا عم صالح، تو انت تقول لي باش تجيني في الليل وبتغنيني في الليل وبتجيني من العشيه. هاي. انا قلت لك انا والتاريخ اللي باش نغني لك فيه، وقتها عرس ولدك 5 جوان 10 سبتمبر. لا لا، 8 اوت 12 اوت 12 اوت. لا ما فهمتش. من اي هكاك فاهمني عاد، قول لي 12 اوت. اي 12. مرحبا بابا الغالي، مرحبا بيك. انا الخساب قلت هذا عم صالح يمكن يفدلك، خاطر انا نقول لك اعطيني التاريخ اللي باش نخدم لك فيه. هاي. وانت تقول لي بتجيني من العشيه باش تغني لي في الليل. لا 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 لا، انا ما فهمتكش وليدي، انا ما فهمتكش. 12 اوت. اي 12 اوت في. لا مرحبا ايجا ايجا، انا الرادس ونتفاهم في الصوم وكذا، ونجيب لك واحد يغني بالهنداوي ويركح لك امورك. لا لا، انا نحب صوتك انت. باهي ما يسالش. صوتك انت بالهنداوي. لا عاد يا اخي انا باش نغني بالهنداوي. فكيفاش مال رضا وليدي؟ هذاك هو نحاشي بصوتك انت، ما نحب صوتك انت. شنيا؟ لا نحب صوتك انت بالهندي. لا انا ما نجمش نغني بالهنداوي. شبيك وليدي؟ والله مانيش عارف عليك، ترى انا غني بالهنداوي يا عم صالح. حتى غنيه ولا اثنين يا رضا وليدي؟